مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقه جديده من رأي عام. فيه فنون مهما اتغير الزمن ومهما اختلف تلاقيها بقدر الامكان بتحاول انها تحافظ على مكانتها على هيبتها على حتى ارستقراطيتها. يمكن المسرح اول واهم هذه الفنون. ولو حضرتك قررت انك تعرف السبب في ده فهتكون مش سبب واحد اسباب عديده لكن المؤكد آه انه اول هذه الاسباب انه طول الوقت آه في فن المسرح عندنا جيل عظيم آه الكلام ده طول الوقت جيل بيسلم جيل مفاتيح الابداع مفاتيح التالق على آه خشبه المسرح من ابرز هذه الاسماء الكاتب الكبير الاستاذ محمد ابو العلا السلموني اللي بصمته آه واضحه وضوح الشمس في هذا آه العالم عالم المسرح كأستاذ كمؤلف كبير كمدير للعديد من الفرق المسرحية في هذه الحلقة بنفتح حوار مختلف مع الكاتب الكبير الأستاذ محمد أبو العلاء السلموني عن المسرح وعن الحياة وعن المجتمع وأشياء أخرى حسب ما يسمح الوقت سعيد بوجودك معايا يا أستاذ أبو العلاء الله يبارك فيك ألف شكر قصة أبو العلاء السلموني مع المسرح بدأت إزاي؟ والله يا بدأت من الصغر ونتيجة ظواهر شعبيه في المسرح اللي بنقول عليها التراث الشعبي المصري. يعني أنا نشأت في مدينه دمياط وكان فيها مولد اسمه مولد أبو المعاطي. المولد ده فيه كل مظاهر الفرجه الشعبيه بما فيها المفردات الشعبيه بتاعت المسرح. هنجد الساحر ونجد في لعبة المليم باربعة وفيها لعبة الثلاث ورقات وفيها الحاوي وفيها السيرك وفي كل ظواهر الفرجة متوفرة في هذا المولد فالطفل مننا في هذا السن لما يشوف هذه الظواهر يتأكد أن المسرح هو فن الفرجة مم. مش فن اللغة والقول ما هو فن اللغة والقول يطلع شعر, قصة أه. رواية صحيح. مقال يعني يختلف عن انه يشوف فن الفرجه بيعتمد على الرؤيه انما فن اللغه بيعتمد على القول وعلى السمع انما ده بيعتمد على الرؤيه والمشاهده فالرؤيه والفرجه هي اساس المسرح ففي الحقيقه يمكن دي كانت البدايه اللي خلقت في داخلي هذا الحب للمسرح وخصوصا هناك دور مهم جدا وهو المدرسة المدرسة في أيامنا مسرح المدرسة في الخمسينيات وإحنا في بدايات يعني في النصف الثاني من القرن العشرين كان المسرح موجود في المدرسة مش موجود بمسرح تقليدي لا ده موجود في مشاعر الطلبة والأساتذة والمدرسين والمسؤولين مم. وكان في فرقة مسرحية للعام لازم يبقى في عرض مم. مسرحي أي. وإحنا في ابتدائي مم. في مرحلة ابتدائية أنا أذكر في في سن سنة رابعة كنت بمثل وعندي ما زلت أحتفظ مم. بصورة وأنا في مم. سن عشر سنوات بمثل كان بالمناسبة معايا الكاتب الكبير الراحل يسري الجندي مم. وده كان زميلي في نفس المرحلة وفي نفس السن وفي نفس المكان وفي نفس المدرسة وعملنا مسرحيات في هذا السن ولما انتقلنا إلى المراحل التعليمية الأعلى مارسنا أيضا المسرح والمسرح كمان بيفتح مجال آخر للثقافة بشكل عام يعني لما قرأنا المسرح وجدنا أن المسرح مش مجرد حكايات ده فلسفة وفكر فاحنا لما قرانا وخصوصا انه النصوص المسرحيه المترجمه اللي كانت بتطلع في سلاسل مسرح العالمي ومسرحيات عالميه وكانت منتشره في هذه المرحله قراناها وهي التي دفعتني شخصيا لقراءه الفلسفه ارتبط المسرح بالفلسفه بينما هناك من يدعي ان المسرح مجرد حكايات وفرجه بسيطه لا تحمل فكر ولا تحمل اي شيء ولكن تحمل مجرد حكايات. لا المسرح يحمل فلسفه. ورساله ورس وطبعا ما هي الفلسفه رسائل بالتاكيد لان حتى المسرح الاغريقي يعني طه حسين مثلا لما ترجم المسرحيات الاغريقيه ترجم أعمال حينما تقرأ كأنك تقرأ الفلسفة مم. وبالتالي التحولات اللي طرأت على المسرح في السنين الأخيرة وخلينا أتكلم بصراحة مع حضرتك يعني ما يسمى بمسرح الشباب مسرح مصر مسرح ده ابتعد عن الطريق الذي رسم منذ سنوات طويلة لهذا الفن الرفيع بالتأكيد يعني انا بعتبر انه ما يتم حاليا من اتجاهات في المسرح ربما تبدو وكانها انتشار لكن انا بقول ان ده شكل عشوائي للمسرح بشبهه تماما بما تم في مساله بناء العشوائيات عندنا هنا في مصر بناء المساكن اللي تمت على الأراضي الزراعية وأكلتها ودمرتها وخسرتنا فده اللي حاصل بالنسبة للمسرح حلو فما فيش ده. اه فما فيش مم. رؤية زي الرؤية دلوقتي اللي اتوضعت ان احنا ممنوع منعا باتا ان احنا نبدع الأراضي الزراعية طب والمنع ده ممكن يستخدم في فن زي فن المسرح او في المسرح اللي احنا اذا وضعت رؤيه إذا وضعت رؤية وأنا في اعتقادي أن ما يتم حاليا من مسؤولين في المسرح أن ليست لديهم رؤية عن ما هو المسرح وما هدفه وما رسالته للمجتمع في الظروف اللي احنا فيها واحنا بنقول جمهورية جديدة، طب أنت فين رؤيتك كمسرح علشان تدعم هذه الجمهورية الجديدة؟ أنت بتواجه إرهاب وهذا الإرهاب ما زال مستمرا ولم ينتهي محدش يتصور ان الارهاب انتهى م. بالعكس هو موجود وموجود تحت جلودنا وموجود في بيوتنا حاليا م. وموجود ويكفي ما حدث من حادثه نيره الله يرحمها وما اثارته من قضايا انا بعتبر ان ده عار. زي أنا. ايه يعني تحديدا استاذ ابو العل. حينما يقال انها قتلت لانها خرجت سافره. <applause> هذا الكلام يدل على ان المجتمع ما زال متخلفا والافكار فيه ما زالت متخلفه وانا في اعتقادي ان ده نتيجه وجود الفكر الاخواني الداعشي القاعدي الخوارجي ما زال مستمرا في مجتمعنا حتى الان. ولكن من يقول بهذه الرؤيه يعني انه قتلت لانها كانت سافره ليس فقط يعني الاخوان يعني هناك قطاع عريض من للاسف آه هناك الزيبال. فقهاء مم. لا للاسف هناك فقهاء يقولون هذا الكلام وانا في اعتقادي ان هناك محاولات من هؤلاء الفقهاء لاعاده هذا الفكر رغم ان اصحابه من الاخوان ومن ومن على شاكلتهم في الخارج حاليا بس م. هم بيقوموا بالدور بتاعهم الدور الفكري انما تواجدهم كارهاب مادي وارهاب عنيف تقريبا انقطع الى حد ما لكن الارهاب الفكري ما زال موجودا وده خليني اسال حضرتك يعني هل من قبيل المصادفه انه نفس اللي برروا قتل نيره هم اللي هاجموا الزي الرياضي بتاع بسنت حميده البطله المصريه اللي فازت بميداليتين ذهبيتين في آآ بطوله العاب البحر المتوسط وقالوا انها سافره وانها شبه عاريه و و الى اخره بالظبط هو ما هو أصل هو فكر واحد وهي خطه واحده ويعني هم بيتميزوا انهم قادرين على انهم يوزعوا الادوار في ادوار تروح في جهه الرياضه وادوار تروح لجهه الفن وادوار لاعتزال الفنانين وما زال كلام حوالين اعتزال الفنانين والكلام ده فاذا هناك خطه لم خطه من وزاره الثقافه لابد ان توضع لمواجهه هذا الكلام يعني انا في اعتقادي ان القوى الناعمه المصريه سواء في وزاره الثقافه او وزاره الاعلام او وزاره التربيه والتعليم أو وزارة الشباب، وكل دي جهات لازم تقوم بدور في وضع خطة قومية لمواجهة الفكر الإرهابي. الفكر الإرهابي ما زال موجوداً وما زال يعني يعني ساكناً بين جلودنا. ودائماً ما يعني نشير في هذا البرنامج وبشكل عام كما يشير الرئيس السيسي إلى قضية الوعي. القضيه التي ربما يكثر الحديث عنها في الاونه الاخيره هل نحن بحاجه الى ربما ادوات تناسب العصر لرفع الوعي لدى الناس الوعي عندنا محتاج ادوات موجوده هذه الادوات موجوده فين موجوده في الاداب والفنون والعلوم وكل مصادر الفكر والثقافه بس محتاجه عقل ينظم ويضع رؤيه ويضع استراتيجيه احنا لغايه الان يعني مثلا لما عقدت معاهده سته وثلاثين جاء طه حسين بمبادره شخصيه منه وقال لك لابد ان نضع استراتيجيه للثقافه فطلع كتابه اللي هو مستقبل مصر الثقافه في مصر وقعد يتكلم عن التعليم وعن الاداب وعن الفنون وعن الثقافه وعن المجتمع في خطة مم. موجودة لأنه عنده رؤية نحن بحاجة إلى هكذا محتاجين مم. لرؤية بهذا الشكل وعلى فكرة آه آه في, في مؤتمر هيعقد عن طريق اتحاد الكتاب بيتكلم عن مستقبل الثقافة في مصر مم. أنا مش عايز أتكلم عن مستقبل الثقافة في مصر من خلال كتاب طه حسين لكن مستقبل الثقافة في مصر دلوقتي عايزين نعمل إيه مم. من عشرين لثلاثين ما احنا عندنا خطه بتقول عايزين نغير م. المجتمع في الجمهوريه الجديده طب اين مستقبل الثقافه في مصر في فتره العشر سنوات القادمه؟ هل وضعت ولا لم توضع؟ اذا لم توضع م. يبقى علينا ان ندعو م. الى وضعها على جهات ثقافيه زي اتحاد الكتاب، زي وزاره الثقافه، زي آه الشباب زي التربية والتعليم زي كل الجهات المعنية بالقوة النعمة أن تجتمع في مؤتمر عام قومي عام يضع خطة لرؤية للمستقبل نعم. زي كتاب مستقبل الثقافة في مصر حسين اللي كتبه طه حسين مم. نعمل إحنا كتاب تاني جديد حسب ظروفنا وحسب مم. ما يناسب, يناسب في الواقع يناسب قضايانا يناسب قضايانا نعم. طيب يمكن واحنا بنتكلم عن قضيه الارهاب والارهاب المادي زي ما حضرتك اشرت بالتاكيد في السنوات القليله الماضيه الجيش المصري والشرطه المصريه والدوله المصريه نجحت في دحر الارهاب المادي الى حد كبير جدا يعني الحمد لله ما بنسمعش عن عمليات ارهابيه ولكن يبدو وده اللي انا فهمته من كلام حضرتك انه الارهاب الفكري لا يزال موجودا وبالعكس يتمدد وكلما حدثت حادثه كحادثه نيره اشرف وكحادثه بسنت حميده نعود للخلف نعود الى الخلف تمام طيب لماذا؟ سؤال لماذا؟ آه. لماذا؟ م لان القوى النعمة وادواتها ومسؤولينها ورجالها وستاتها ما بيقوموش بدورهم. انا هقول لحضرتك مثال. انا في مجال في مجال المسرح كتبت مسرحيات عن التراث وعن التاريخ وكتبت في الدراما التلفزيونية لكن كانت قضية الإرهاب المادي دي كانت من أسس أنا اهتميت بها في كتابة الأعمال المسرحية يعني لا أغالي إن أنا أقول إن من السبعينات وأنا منتبه لهذه الظاهرة أول عمل عملته سنة 74 لما بدأت الجماعات تظهر وللأسف خرجت بإذن من السلطة في هذا الوقت كتبت مسرحية السحرة إعداد عن مسرحية ساحرات سالم لأرسل بيلر وهذه المسرحية بتتكلم عن الإرهاب الديني فيها في مرحلة في امريكا اللي هي مرحله المكرسيه مم. عندما كانت تطلق اتهامات المكارثية على كل مم. ويقبض على الناس, الناس بوجه نعم. عام وده اللي كان حصل في السبعينات السبعينات مم. انا عملت المسرحيه بالشكل ده مم. للاسف الشديد المسؤولين في المسرح رفضوا عملها وتنفيذها على المسرح في ذلك الوقت في السبعينات في ذلك الوقت ما تعرضتش الا سنه 2004 تصور yeah. بعد ما يقرب من 30 سنه مم. وده ده بيدل على ايه؟ على ان المسؤولين لم يفهموا دورهم مسؤولين في المسرح وفي الثقافه لم يفهموا دورهم مش كده وبس انا عملت مسرحيات لمواجهه الارهاب كتبت مثلا البلين باربعه عن شركات توظيف الاموال وكانت بطوله نور الشريف ونوره ومجموعه من محمود الجندي وغيرهم وعرضت على مسرح ايه؟ مسرح الفن جلال الشرقاوي الله يرحمه قدمت على المسرح فاثارت الجماعات الارهابيه واحنا كنا في التسعينيات في عز الارهاب طبعا في عز الارهاب فجاءته التهديدات من كل مكان للاستاذ جلال الشرقاوي هتنسف المسرح وهنعمل, وهنعمل 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 فاضطر خائفا على المسرح ان يغلق العرض بعد شهرين مع ان العرض ده كان اذا كان من الممكن ان يستمر كان يستمر سنوات لانه هو معمول في اطار كوميدي ظريف جدا من خلال الموالد الشعبيه ولعبه النصب الشعبيه طورتها وعملتها لعبه توظيف الاموال وهي لعبه صحيح الله يرحمه فرج فوده كتب كتاب اسمه الملعوب عن شركات توظيف الاموال، انا استفدت بهذا الكتاب لان فعلا هو ملعوب وكانوا بيلعبوا على الشعب المصري وبمساعده رموز دينيه حتى طبعا آه وفقيه فقيه م. الفقهاء الذي ما زالت اصواته حتى الان موجوده في التلفزيون أنا أتذكر طبعا يعني أنا كنت صغير في ذلك آه. الفترة تلك الفترة أتذكر كان في إعلانات في الجرائد القومية طبعا آه برضه وفي التلفزيون أيوه. ما ساعد أرحمه. على انتشار ووقوع الناس مم. في أحابيل هؤلاء الـ الغادرين أصحاب اللعبة مم. مم. اللي خيلت على الناس ومسرحية المليم بأربعة يعني تصلح حتى لزمننا هذا يعني. تصلح دلوقتي ما فيش م. حد بيقدمها م. كمان حتى التلفزيون ما بيقدمهاش ويقدم رس المشاغبين ويقدم الاعمال التي لا قيمه لها للاسف الشديد حتى, طب ما حتى التي في لا قيمة الاعلام لها. حتى في الاعلام المصري ما بيهتموش بتقديم اعمال جيده ما تقدم اعمال عبد الرحمن الشرقاوي قدم اعمال صلاح عبد الصبور قدم نعمان عاشور انما تقدم لي اعمال م. م. كلها اسفاف مم. وكلها ضحك على الدقون وكلها بس اشياء بس حضرتك يعني هذه الاعمال وحضرتك ذكرت يعني ضربت مثال بمدرسه المشاغبين لا تزال تضحك الناس يعني لغايه الان يعني يعني عمل بي بيعتبروا أنا ملايين أنا انه عمل ترفيهي انا مش معترض أه. انها تقدم بس بجانبها قدم الثاني قدم اعمال اخرى مم. مش كل مره هي دي الوحيده ده مفيش اعمال لمسرح الدولة موجود في في الخطط بتاعه التلفزيون وبالتالي كلها حضرتك اعمال من هذا النوعيه او م. من هذه النوعيه وبالتالي حضرتك يعني او افهم من كلام حضرتك دلوقتي انه حضرتك ضد الـ الـ الاعمال الترفيهيه لا <applause> مش ضدها لا انا مش ضدها بس الى جانبها اقدم الاعمال الاخرى اللي عايز يتفرج على <applause> يتفرج يعني انا لا احجر على فكر احد من الجمهور الجمهور يحق له أن يشاهد أشياء ترفه عنه وتروح عن حياته في ظروفه المعيشية لا مانع بس إلى جانب هذا جرعة ثقافية جيدة إحنا كنا بنسمع في البن... يعني أنا تربيت على البرنامج الثقافي أو اللي كان يسمى البرنامج الثاني على مسرحيات وأعمال جيدة وسيمفونيات عالمية كانت بتشرح في التلفزيون في الاذاعه ده ما عادش موجود دلوقتي. نعود لقضيه الارهاب. وحضرتك مهموم بهذه القضيه وقدمت طبعا. آه مسرحيه في آه 2002 آه بعد احداث سبتمبر بالضبط بالظبط <applause> انا قدمت لا انا هقول لك تطور يعني مثلا بدات ب, 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 ب 74 وبعدين قدمت البالين باربعه وقدمت امير الحشاشين امير الحشاشين بتتكلم عن تاريخ الإرهاب الديني اللي تزعمه حسن الصباح في فترة من فترات التاريخ. هذه المسرحية قدمت لفرقة المسرح الاستعراضي اللي هو البالون. الله يرحمه عبد الغفار عودة كان المسؤول عن المسرح ووافق عليه والرقابة وافقت عليه. بعد فترة قال لي لا انا ما اقدرش اقدم المسرحيه. ليه يا عم؟ الارهاب منتشر وانا ما اقدرش اقدمها. ورفض. فسعد اردش اللي كان هيخرجها ده في التسعينات؟ في التسعينات سنه 92 مم. 92 في عز الارهاب في عز الهجمه الارهابيه واحنا بنعاوز مم. احنا بنقاوم ايوة المفروض يكون في مقاومه للارهاب صحيح انت هتتراجع ليه؟ مم. انت لازم تدخل مم. خايف على نفسك مم. ولا ايه بالظبط؟ ما انا مش فاهم فقال لك لا, لا انا ما اقدرش اقدمها. فسعد اردش قال لي طيب ننقلها للمسرح الحديث وفعلا نقلناها للمسرح الحديث وعمل الكاست وكان عمنا المتبولي ومحمد دفراوي وكاست كويس قوي وبدا يعمل بروفات على المسرح الحديث بعد فتره مدير المسرح عمل زي عبد الوفار عوده اللي هو الله يرحمه فهمي الخولي قال لي انا ما اقدرش اقدم المسرح كانوا خايفين, خايفين الجماعات الارهابيه هم تفجر المسرح مسؤولين بيخافوا خايفين على نفسهم على المسرح على نفسهم وعلى المسرح وعلى ده عندما ما في شجاعه المسرحيه الوحيده اللي كان فيها شجاعه مسرحيه ديوان البقر اللي قدمناها على مسرح الهناجر وانا برجع السبب الى شجاعه مدير المسرح مين ساعتها؟ الدكتوره هدى وصفي اه دكتوره هدى الهناجر قدمت هذا العمل وكان من اخراج كرم مطوع وبطوله عبد الرحمن ابو زهره وماجد الكدواني وتقدم العمل محدش خاف ومحدش ارتعب صحيح حصلت هوجه هجوم من بعض هذه الجماعات لكن ما خوفتهمش فاستمروا وقدموا اذا معنى هذا ايه؟ انك انت لو أخدت مبدا المبادئه ممكن ترعب الاخر بس في 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 المقابل السينما قدمت في تلك الفتره اعمال ضد الارهاب يعني انا برضو عندي م. تحفظ م. لان مثلا الارهاب والكباب دي تريقه ما يصحش انها تتعمل في ظروف زي دي م. دي تريقه انا بعتبرها تريقه صحيح فيها كوميديا وفيها ظرف وفيها مشاكل الانسان البسيط الغلبان اللي اتخذ في الرجلين انا معاك لكن في ظرف تاريخي زي ده ما تقدمش حاجه فيها شيء من السخريه او التريقه طب ما قدمت اعمال تانية زي مثلا طيور الظلام ايوه انا معاك ودم الغزال ودم الغزال مظبوط والارهابي م مع ما أنا يعني احنا ما يعني احنا بنقول احنا بنجس الضبط يعني انت بتقدم عمل بتتريق فيه طب لا مش ده بقى ما تقدموش بقى <applause> لكن قدم الارهابي قدم الاعمال دي مثلا اقول لك في التلفزيون كتجربه في التلفزيون حصل انه اتكتبت اعمال لمواجهه الارهاب في التلفزيون زي ايه كويس وعطلت زي العائله العائلة متاعة وحيد حامد اتزاع العائلة ايوة عطلت في الاول آه. لكن كان اصرار وحيد حامد على انه يقدمه وشجاعة ممدوح الليسي قدم العمل فعمل انقلاب في التلفزيون وادى الى ان التلفزيون يأخذ المبادرة ويقدم اعمال مم. وهاجمات المتاع. شوف مم. برضو أنا يعني بأرجع المسألة إلى شجاعة المثقف المثقف الشجاع حينما <applause> يقدم عمل يفتح الطريق <applause> يؤدي إلى أن الطريق يتفتح قدام الناس ما نخافش <applause> تخاف ليه <applause> أنت بتسمع كلام هيزعقوا وهيهللوا وهيهددوا صحيح هم قتلوا فرج فودا ولسه عايز أقول لحضرتك ده قتلوا وحاولوا يقتلوا نجيب محفوظ ونجيب محفوظ <applause> بس دي ما هو احنا بنعتبر دولي شهداء دمهم هو اللي بنى الوعي عند الناس يعني فرج فوده لما اغتيل استفز مشاعر الناس هو كان ضحيه لكن قام بدوره رغم استشهاده مع ان كتبه طبعا مهمة جدا نعم. في الكتاب لكن استشهاده ما هو عامل زي المسيح ما هو قيمة المسيح في استشهاده نفس الحكاية برضو الشهداء زي شهدائنا في الجيش والشرطة اللي ماتوا دول بيبقوا مثل بتدفع المجتمع انه يتشجع ويحس ان م. دول يضحوا علشانه فاذا لابد ان يستمروا في الطريق وإحنا نستمر في هذا الحوار الشيق مع حضرتك ولكن بعد فاصل قصير فاصل قصير نعود بعده إلى ضيفنا الكبير الأستاذ محمد أبو العلا السلام. برحب بحضراتكم من جديد نعود الى الحوار مع ضيفنا الكاتب الكبير الاستاذ محمد ابو العلا السلموني اهلا وسهلا مره ثانيه استاذ يا محمد ويعني استكمالا للنقطه اللي احنا توقفنا عندها معركتك ضد الارهاب معركه والارهاب الفكري بالذات يعني معركه من بدايه السبعينيات تمام. وحتى الان تمام. السنه التي حكم فيها الاخوان مصر ثوره 30 يونيو ثورة الشعب التي ايدها ودعمها وساعدها الجيش المصري العظيم هل هذه الاحداث يعني اوحت لك او توحي لك بتسجيلها مسرحيا؟ ده حصل فعلا بس انا عايز ارجع لبرده لتاريخ المساله لانه ما تم في سنه الاخوان وما تم في 30 يونيو كانت له أصوله الموجودة في التاريخ أيضا يعني مثلا في التلفزيون أنا عملت مسلسل اسمه سنوات الحب والملح وده كان لسه قريب كان بيذاع بس للأسف بيذاع في القنوات الإقليمية أو القنوات الخاصة زي النيل للدراما أو آه القنوات الغير مشاهدة بشكل واسع للاسف هذه او هذا المسلسل انا كتبته عن علاقه ثوره يوليو بجماعه الاخوان في ازمه مارس سنه اربعه وازاي الاخوان في هذه المرحله كانوا عايزين ينقضوا على الثوره ويستولوا عليها ويركبوها زي ما حاولوا مع ثوره 25 يناير وخطفوها وحكمونا لمده عام في سنه 2012 هذا المسلسل اخرجه المخرج الكبير محمد فاضل وشوف بقى الرعب من المسؤولين في التلفزيون كانوا بيعملوا ايه؟ كانت كلمه ده قبل 11 هو انا هو اذيع 2010 يعني قبل ثورة 25 يناير فكان بيحذف كلمة الإخوان كل ما تيجي كلمة إخوان تسكت ما في الصوت ما يحصلش يا إخوانا معقولة؟ آه ده حصل فلما أذيع مرة تانية بعد ثورة 25 نسوا وقدموها وهي محذوفة فاتصلنا بالتلفزيون ونقول لهم يا اخوان الحقوا هاتوا الأصل مم. بلاش اللي انتوا حذفتوه ده وفعلا اتذاع السنه دي مم. كاملا كلمه الاخوان واضحه تماما وهم بيتكلموا عنه. وكاني افهم انه اما كان في تواطؤ من المسؤولين عن التلفزيون في ذلك الوقت او خوف او مسايره للوضع العام لان الوضع العام كان بيقول انه الاخوان لهم 88 مقعد في مجلس الشعب في تلك الاونه وانه الجماعه كانت بتسمى الجماعه المحظوره وهي تمارس يعني نشاطها في كل مكان يعني. للاسف الشديد كل ده وارد كل ده تقول خوف م. تقول جبن تقول تق... تقول تواطئ. تردد م. تقول تواطؤ تقول كل ده وارد م. هم متواجدين في كل حته في بيوتنا لو بحثنا في بيوتنا هتجدهم موجودين هم دول موجودين فما بالك بقى م. في المؤسسات الرسمية طب موجودين بأفكارهم معنى ده أنه النخبة عندنا المثقفين كتاب الكوادر الثقافية لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تواجه هؤلاء لم تستطع أن تنتصر في المعركة المعركة التي انتصر فيها الشعب في 30 يونيو خسرها المثقفون او يخسرها المثقفون حتى الان انا اقول اكتر من كده الاخوان ظهروا سنه 28 لو تتبعت تاريخ مصر من 28 لغايه 54 وتشوفي الاعمال اللي عملها الاخوان قتلوا اثنين رؤساء احمد ماهر باشا رؤساء وزراء الخازندار آه سليم زكي آه الحكمدار انك تجد في رد فعل من المثقفين مفيش روايه مفيش كانوا قصه مفيش يؤثرون السلام شعر مفيش اين الابداع المصري في هذه المرحله اللي بيقولوا عليها الفتره الليبراليه ويعني يتغنوا قبل الثوره ويقولوا الفتره الليبراليه يا سيدي ما الارهاب ده عملت فيه ايه؟ رديت عليهم حد رد على هؤلاء الناس؟ من ايام أوه. علي عبد الرازق، ما طلع الاسلام واصوله. الازهر وقف ضده ورفده منه ونزعوا نزع منه العالميه. والملك فؤاد كان عايز يعمل خليفه، وكل ده فتش على الابداع والمثقفين عملوا ايه؟ ما تجدش حاجه، تجد احمد شوقي ينعي الخلافه التي انتهت. وكل الشعراء المصريين ينعون هذه هذه الخلافه على فكره كانوا بيحتفلوا في المجلس م. الاعلى للثقافه عن العشرينيات في احتفال تم م. في المجلس الاعلى للثقافه بيقولوا كان كان دعا اليها شاعرنا الجميل عبد المعطي حجازي الى ان العشرينات دي مرحله مهمه جدا م. فيها الدستور فيها حزب الوفد تولى السلطة فيها الإبداع فيها تحرير المرأة فيها الفنون فيها كل ده فكانوا بيحتفلوا بيها تعالى للواقع ما تجدش أثر من المثقفين المصريين عن هذه المرحلة الوحيد اللي اتكلم هو عبد المعطي حجازي وقال العشرينات دي مهمة جدا. <applause> طيب في حاجة مهمة جدا حصلت في هذه المرحلة ومحدش انتبه إليها. المرأة المصرية لم تكن تستطيع أن تصعد إلى خشبة المسرح لتمثل. في أي حقبة؟ في أي فترة؟ طول تاريخنا في لغاية فترة العشرينات. <applause> كان مين اللي, اللي بيمثل؟ الرجاله او الممثلين الرجال, الرجال مين اللي بيمثل؟ يا اما م. يهوديات م. يا مسيحيات يا خواجات يا رجاله يعملوا م. ستات. طب مين اللي وقف ضد ده؟ ممثله وحيده اسمها منيره المهديه. قالت انا همثل على المسرح، قالوا لها لا انت هتعملي مشكله. الفقهاء والمشايخ والازهر والدنيا هتتقلب علينا. م. فتعمل ايه؟ تتحايل. فتعمل راجل. تلبس راجل وتمثل. م. علشان ما يقولوش امراه طلعت المسرح. كويس؟ دي مرحله اولى. المرحله التانية وهي كان عندها اصرار. قامت لابسه لبس النساء ومثلت وعملت الابرات العالميه كلها كارمن. عايده تايس كارمانينا آدنا روزينا كل المسرحيه الاوبرات العالميه ترجمها فرح انطون وجابها لها وعملتها هذه المراه الوحيده التي هنات كمال اتاتورك على اسقاط الخلافه العثمانيه كانت شجاعه قل لي مين من المثقفين المصريين اللي شجع هذه الحركه حضرتك بتقول انه يعني الشعراء وعلى راسهم الشاعر احمد شوقي احمد شوقي كان بيرثي كان يعني الخلافه الهند باكيه ومصر حزينه ومش عارف يعني كلام يضحك مش يبكي بس يضحك فعلا فمش ممكن انه الـ 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 القوى النعمة المصريه في هذه المرحله تجاهلت هذا الخطر فدي الوحيدة اللي راح ده مش كده بس وراحت تركيا بنفسها وراحت هنقيته كمال أتاتورك كمال أتاتورك وغنت لدرجة إن هو لما خلصت النمرة بتاعتها كان في نمر تانية وراها قال لا لا استمري فاستمرت طول الليل تغني الوحيدة ولغى كل الفرق التانية مم. تصور ده كمال أتاتورك اللي مم. في تركيا ليه؟ لأنها أدركت إن سقوط الخلافة العثمانية إسقاط للتراث العثماني الأسود <applause> الذي طغى على مصر فترة 300 400 سنة اللي جم وفتحوا مصر ويقولوا فتح مصر، فتح إيه؟ هو أنت بتفتح سليم الأول جاي يفتح مصر، بتفتح دولة أجنبية ولا دولة كافرة؟ ما هم مسلمين زيك تقوم تقول عليه فتح مصر؟ وتدخل مم. وتعدم الحاكم بتاعها طمان باي وببشاعه على باب زويله مم. على فكره التاريخ مم. الاسود بتاع الدوله العثمانيه مم. اللي للاسف الشديد في دراستنا وفي تعلمنا في مدارسنا نقول الفتح العثماني مش الغزو العثماني المفروض يسمى الغزو العثماني مش تقول الفتح العثماني للاسف الشديد ده اللي حصل زي مثلا غزوات النبي ده القران نفسه ما قالش عليها غزوات ده قال عليها ايام يوم التقى الجمعان يوم حنين بس في التراث المصطلح المعروف غزو غزوه بدر غزوه احد غزوة انت عارف ما هو ده التراث مين اللي عمله؟ فقهاء القاعده ايه؟ ان الغزو عاده كان بيتم من القبائل للقبائل بيغزو فأضفوا كلمه الغزو على معارك النبي وده ما يصحش ما يصحش اسمي غزوات انتبه غزوات لانه هو ما كانش بيروح يعتدي هو ما اعتداش ده بالعكس ده كان بيدافع عن نفسه هم جايين عليه وبيدافع عن نفسه ف... وبعدين لمده يوم فكان سماه القران بيسماه ايام أنتوا سموها ليه غزوات علشان داعش تقول غزو الكفره غزو اوروبا الكافره غزو العالم الكافر ما هو ده كل ده من التراث التراث الفقهي مم. المتخلف ونسبة داعش حضرتك عندك عمل آه هكذا تكلم آه داعش تمام مم. كتبت انا عملين عن الدواعش عن داعش في العراق اللي هي دوله العراق والشام اللي بيسموها دوله داعش مم. فكتبت آه مسرحيه هكذا تكلم داعش وبتكلم عن فكرهم هو فكرهم قايم على ايه؟ فكرهم قايم على افكار حسن البنا وسيد قط وابو الاعلى المودودي. الثلاثه دول لهم ثلاث رسائل من اخطر الرسائل التي كتبت في التراث. اسمها رسائل الجهاد والغزو برضو بنفس المعنى. ان العالم كله يفتقد الخليفه. وطالما أنه يفتقد وجود خليفة إذا لابد من غزو هذا العالم لإقرار وجود خليفة طيب بدم العالم ما عندوش خليفة يبقى نغزوه يحل دمه تقصر نساء. نساؤه تغتصب يتباعوا في أسواق محدش عمل أسواق نخاسة للعرب للأسف الشديد برضه يعني ما هو آه. في اوروبا ما كانش الحال يعني على ما لا ما كانش عندهم اسواق نخاسة ما اعتقدش لحد علمي انا ما عنديش فكره عن اسواق نخاسة الوحيدين اللي كان عندهم اسواق نخاسة احنا في بلادنا القريب جدا كانت النساء بتتباع بيع وبعدين ما هو المثل موجود في دولة داعش ما دولة داعش لما استولوا على موجود برضه في الغرب تجارة الرقيق الابيض و ده 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 هنا رقيق رجاله وستات وكله لكن انك تعمل اسواق نخاسه للستات وتبيعهم بالشكل ده مش ممكن وبالتالي حضرتك ركزت على هذه المساله في طبعاً. هكذا تكلم داعش مش كده وبس في مسرحيه ثانيه اسمها جهاد الفواحش في زمن الدواعش دي عن جهاد النكاح كلمت عن هذه الفكره فكرة خطيرة جدا انك انت تستدعي النساء علشان يجهدوا بالنكاح مش ممكن مش ممكن كلام غير معقول واحنا في القرن الواحد والعشرين مم. طيب ايه دور المؤسسات الدينية في مواجهة هذه الافكار وهذا الفكر تنقي هذا الفكر تنقيه وهناك كثير من المفكرين اللي اتكلموا عن هذا في كثير عندنا مفكرين بيتهموهم بازدراء الاديان للاسف هم عايزين ينقوا هذا ال هذا الفقه نقوه نظفوه شيلوا العفن اللي فيه وسيبوا الحاجات الكويسه يعني معقول يبقى فيه فكر بيقول يقطع الصلاه الكلب والحمار والمراه يعني لما واحد يصلي ومر على كلب او حمار او مرأة يبقى قطعوا عليه الصلاة حد يقول الكلام ده شيء الكلام ده ما يصحش حتى لدرجة أن السيدة عائشة قالت أساويتمونا بالحمر خلتونا حمير للدرجة دي فمش ممكن فده عندك كلام بيقول كلام غير معقول وخصوصا أن هذه الأحاديث أو هذه الروايات كتبت بعد 200 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طب بعد 200 سنة ما هو لازم يكون في تحريف لازم يكون في تزييف شيء طبيعي مش م. محتاجين ان احنا نفكر التفكير العميق قوي اللي يخلي كل ده موجود لا طيب ارجع يعني محطة مهمة في في تاريخ او في مسيرة حضرتك حضرتك اشرفت على سلسلة اصوات مسرحية سلسلة يعني طلعت هذه السلسلة طلعت ما يقرب من م. 120 نص مم. في خلال عشر سنوات فين النصوص دي؟ النصوص دي انا بسال زي ما حضرتك بتسال كده انا بسال المسؤولين في المسرح المصري انتوا ليه ما بتاخدوش هذه النصوص وتقدموا على خشبه المسرح بدل ما تسيبوا المسؤولين او المخرجين يروحوا يجيبوا نصوص اجنبيه مم. ويشتغلوا عليها طبعا هو اللجوء للنصوص الاجنبيه بيحقق منافع اول منفعه ان النص ببلاش مش هيدفعوا ثمنه ودي سرقه وده يعتبر اهدار لحق من حقوق المؤلف يعني لو المؤلف الاجنبي سمع عن ان حد عمل كده يرفع عليه قضيه ويخرب بيته ما هم بيقوموا بما يسمى يعني تعريب او تمصير خدت بالك حتى لو تعريب او تمصير برضه ده حق حق من حقوق المؤلف ده حقه يعني لو رفع قضيه لازم ياخد حقه. طيب دي وحصل حاجة. على فكره حصل لما بتهيألي حصلت في السينما او حصلت لان السينما برضو كلها قايمه على كده تقعد تاخد من الخارج وتقعد تشتغل على هذا الاساس. سرقه وليس اقتباسا؟ اه سرقه. سرقه ما هو الاقتباس ده يعني تلطيف لكلمه السرقه. انما هي هي اصلا سرقه بلا شك. فبيلجأوا للنصوص دي عشان اسهل آه. لدرجه ان كمان مش كده وبس ده كمان يلغوا اسمه. مع ان الحق الادبي موجود يعني ان ان صاحب النص لازم يكتب اسمه مم. لا يقول لك ايه كتب كتابه وتاليف او او اعداد واخراج مع بعض كده يعني ايه حزمه واحده حزمه واحده <applause> ياخد فيها المكافاه بتاعه وخلاص فمش ممكن يعني اللي بيحصل ده نتيجه زي ما قلت ان ما فيش رؤيه ما فيش تصور ما فيش فكره تحكم المسائل كلها ولا مفيش ثقة بأنه هذه النصوص لو قدمت على المسرح ستلقى إقبالا من الناس ما هو يعني احنا مغسلين وضامنين جنة بتوفيق الحكيم في عز مجده قدم أهل الكهف وفشلت فشلا ذريعا فشلا ذريعا وده عمل له أزمة نفسية على فكرة أنه هو قال بعد كده انا بكتب مسرحيات ذهنيه <applause> خلنا أفكر أن ولا انا بكتب مسرحيات ذهنيه مش مسرحيات للمسرح علشان بدا يخشى ان النص بتاعه يروح المسرح ويفشل مع انه طبعا كتب بعد كده اعمال جيده جدا ولاقت قبول كبير فالفشل وارد ما هو الفشل وارد يعني لكن التجربه ما نمنعهاش علشان احنا خايفين نفشل لا مم. ادخل خوض التجربه فشلت مره ثانيه مره ثالثه وهكذا وعندنا نماذج كتير جدا لكثير من الاعمال اللي بدات وفشلت وبعدين انطلقت وده موجود في كل المجالات مم. سواء في المسرح او السينما أو, او الروايه او القصه او الشعر اخيرا يعني انا عايز اسال حضرتك ما المطلوب لكي يعود ازدهار المسرح من جديد أنا رأيي إن المسرح محتاج رؤية توضع من خلال المسؤولين عن الإنتاج المسرحي يعني البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والـ 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 والإدارة العامة للمسرح في الثقافة الجماهيرية والجهات الأخرى المسرح المستقل والمسرح الخاص كل دول يقعدوا مع بعض ويحطوا رؤية وخطة إزاي ننهض المسرح يعني إذا كان في عندنا دلوقتي حوار وطني بيتم على المستوى السياسي فإحنا محتاجين حوار وطني يتم على مستوى المسرح يتم لو تم هذا أنا في اعتقادي ممكن بقى مثلا لجنة المسرح تتبنى هذا التصور وتجمع الناس في رؤية عامة و القرارات اللي تطلع والتوصيات اللي تطلع تنفذ. لان هو ممكن تطلع القرارات وما تنفذش يبقى ما عملناش حاجه. لا. وعلى فكره في كثير من القرارات طلعت يعني انا كنت في اخر مؤتمر عملناه مؤتمر قومي للمسرح. انا حاولت اعمله وكان ده في سنه سنه الاخوان سنه 13. جمعت البيت الفني المسرح والفنون الشعبيه والثقافه الجماهيريه والمسرح المستقل. وقلنا نحط توصيات لمحاولة وضع رؤية واستراتيجية للمصح المصري، وفعلا اتعملت هذه المسألة، وكان أيامها الوزير الإخواني اللي اتفرض ات 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 علينا. علاء عبد العزيز. علاء عبد العزيز، وإحنا عملنا حصار عليه، ومنعناه من إن هو يحضر المؤتمر، يعني أنا شخصياً كنت أنا رئيس المؤتمر في الفترة دي، وكان هيجي يفتتح المؤتمر. الإسماعيلية أعتقد؟ لأ. كان في في الهناجر هناجر أوه. أوه. كان هيجي يفتتحوا في الهناجر انا اوقفت هذا الافتتاح وبدات الفعاليات بتاع المؤتمر في المجلس الاعلى للثقافه بعيدا عن الشكل اللي كان هيفتتح فيه المؤتمر هذه التوصيات موجوده المؤتمر اللي انا بدعو اليه دلوقتي يأخذ هذه التوصيات ويأخذ توصيات المؤتمرات السابقه في عندنا يعني ده المؤتمر الرابع يبقى عندنا في ثلاثه كمان وفي عندنا توصيات لجان التحكيم بتاع المهرجانات بتاع المهرجان القومي برضو تتجمع وتتحط قدام هذه اللجنه ويطلع منها رؤيه استراتيجيه للنهوض بالمسرح المصري انا في اعتقادي ده الحل الوحيد الحديث شيق مع حضرتك لكن للاسف وقتنا انتهى نامل ان احنا يعني نسعد بلقاء حضرتك مره ثانيه لانه هناك الكثير الذي يعني يمكن ان نناقش حضرتك فيه. الله يبارك فيك شكرا جزيلا وانا تحت امركم في اي وقت. ربنا يخليك شكرا جزيلا الكاتب الكبير الاستاذ محمد ابو العلا السلموني بكده تنتهي حلقه النهارده من راي عام نشوفكم في حلقات مقبله باذن الله.